في أكبر تجمع للشركات العالمية والمصرية لتقنيات الزراعة الحديثة، وضمن فعاليات معرض أجري إكسبو داخل جناح مخصص، تشارك شركة كاف لنخيل التمر وبقوة بتواجد خبراء زراعة الأنسجة لشتلات النخيل في مصر. كاف شركة مصرية إماراتية ذات خبرة تتعدى 40 عام في هذا المجال لإنتاج شتلات النخيل بتقنيات زراعة الأنسجة، وتضمن شتلتها من حيث مطابقة الصنف وجودة الإنتاج إلى جانب خلوها من الأمراض وسرعة نموها. المهندس أحمد طنبولي المدير التنفيذي لشركة كاف لنخيل التمر، أهلا بك. أهلا بك، أهلا وسهلا بك. قول لي بقى، البداية كانت إزاي هنا في الشركة بالنسبة لمصر؟ أنت قبل اللقاء إحنا كنا بنتكلم إن هي شركة إماراتية، أنتوا حضراتكم الوكيل، اشرح لنا بقى من البداية كانت إزاي؟ شركة كاف شركة إماراتية يملكها عدد من رجال الأعمال سواء في مصر أو في الإمارات أو في كندا أو في فرنسا. تهتم شركة كاف أصلا بإنتاج نخيل التمر بتقنيات زراعة الأنسجة، وتتميز شركة كاف بتقنيات زراعة الأنسجة بتاعتها اللي هي تقريبا تكاد تخلو من الطفرات، ودي مشكلة يمكن قابلت كتير من الشركات العالمية اللي بتنتج نخيل التمر بنفس الطريقة، ان كان واجهتها شوية مشاكل في موضوع الطفرات. احنا الحمد لله بفضل الله التقنيات بتاعتنا تكاد تخلو تماما من هذا الموضوع، يمكن ده اللي هو بيميزنا في المجال ده. وحاليا ربنا الحمد لله وفقنا، يعني انا برضو مدير التنفيذي في شركة انيرشيا كريم محمود النعناعي، اسرة النعناعي اسرة عريقة جدا في الزراعة هنا في مصر، وقدرنا ناخد توكيل شركة كاف هنا في مصر. تمام، احنا لو هنتكلم احنا عندنا كام صنف هنا بالنسبة صنف شتلات بالنسبة حاليا الستوك بتاعنا في شركة كاف نخيل التمر في مصر في شتلات البرحي وشتلات المجدول. انا النهاردة عايز شتلة، تمام، اوصل لكم ازاي؟ المنفذ الرئيسي المقر الإدارة عندنا والمبيعات ده موجود في النبارية، والمشاتل برضو موجودة في النبارية، وفي طبعا أرقام التليفونات بتاعتنا وصفحاتنا على السوشيال ميديا والويب سايت برضو kafagri.com موجود عليها كل أرقام التواصل وما إلى ذلك. أي حاجة النهاردة بنسوقها الجودة أساس المنتج، تمام. إحنا جودتنا إيه بالنسبة لشتلات كاف النهاردة؟ شتلات كاف طبعا تتميز الحمد لله زي ما قلت حضرتك بالخلو، تكاد تكون خالية من الطفرات. جودة الانتاج طبعا، يعني احنا طبعا بيتم عندنا سيليكشن عالي جدا في ان احنا ننقي الامهات اللي بتاخد منها النسيج او المرستيم، وبالتالي بنضمن انتاجية عالية جدا، تجانس عالي، خلو من الامراض. حتى الشتلات اللي احنا بنوردها بنضمنها ضد خلو من الامراض سواء امراض فطرية او امراض حشرية او امراض تربة وهكذا. النهاردة سوق التمور سوق واعد طبعا، مفتوح النهاردة طبعا. احنا بالنسبة لأسعار الشتلات بقى عندنا ايه بقى؟ اسعار الشتلات والله يعني انا ما اقدرش طبعا ادي حضرتك سعر حاليا قطعي، طبعا في اسعار، ولكن الفيديو طبعا ده ممكن يتشاف كمان بكرة وبعده، فلو قلنا سعر النهاردة ممكن يتحسب علينا على اساس بس النهاردة هو المزارع والمستثمر عايز سعر حنين برضو. والله الاسعار بتاعتنا يعني تعتبر افضل اسعار في السوق بالنسبه لو بالمقارنه لو فيش سعر متداول النهارده، انا يعني اضمن لك ان السعر تاني يكون احسن سعر. تمام، احنا عندنا هنا مقابل احسن جوده. تمام، احنا عندنا النهارده شتلات برحي وشتلات مجدول بالظبط. ايه اللي بيميز الاثنين بقى؟ هو دايما انا كنت في اكتر من لقاء قبل كده كنت بقول ان افضل الاصناف اللي ممكن تتزرع المزارع البسيط او حتى المستثمر، في افضل ثلاث اصناف انا بشوفهم في مصر النهارده اللي هو البرحي والمجدول، وكنت قلت قبل كده السيوي. البرحي والمجدول اصناف عربيه، السيوي صنف مصري، ولكني انا بفضل للمزارع اللي هو المتوسط والصغير ان هو يشتغل في البرحي. البرحي كصنف صنف عالمي، تصدير فيه ممكن يصدره بسهوله جدا، سوق التصدير سوق واعد، وعلى المستوى المحلي النهارده بقى يعني تكاد يكون كل البيوت المصريه بتقول لك انا عايز بلح من الاصفر، بلح السعودي، هو ده البلح البرحي. فسوق المحلي، سوق الثمار المحلي او سوق التصدير بتاعه ده سوق واعد جدا. من وجهه نظري برضو بيجي بعد كده سوق المجدول، وان كنت بوصي في المجدول للشركات الكبيره، يعني انا بنصح المزارع المتوسط والمزارع الصغير انه ما يزرعش مجدول، يعني المجدول لانه هو مجدول سوق التصديري سوق قوي جدا، وسوق المحلي مش بنفس القوه. والمزرعه اللي بتشتغل في المجدول لازم تكون مزرعه حرفيا قويه. المزارع الصغير النهارده لو حابب يزرع مثلا فدان نخل، تمام، يكلف قد ايه فدان نخل حسب الصنف اللي هو هيزرعه؟ يعني مثلا انا عايز النهارده ازرع صنف برحي، تمام ابدا منين بقى؟
هيبدا من عندنا. هيبدا من عندنا. تمام. التكلفه كام؟ والله التكاليف يعني دايما بتتقاس التكاليف بالنسبه للربحيه. يعني احنا النهارده مثلا شجر البرحي، في اشجار البرحي لما بتبتدي تبشر، يعني هنقول من السنه الخامسه مع الرعايه الجيده بنبتدي نحصل على حوالي 80 ل 100 كيلو، وده انتاجيه عاليه جدا بالنسبه للنخيل حتى المصري. وبتوصل في السنه ل 7 ل 150 كيلو، وفي وبعد كده في الاعمار اللي هي خلاص 10 سنين ممكن نوصل ل 250 كيلو. عندنا هنا على صحراوي اسكندريه في مزارع الاشجار وصلت من 400 ل 500 كيلو. حضرتك النهارده لما تيجي تبص تلاقي مثلا سعر الثمره بتطلع من الارض، لو ما طلعتش يعني في ناس وصلت ل 20 جنيه في الكيلو في الارض. حضرتك النهارده لو بعت ب 10 جنيه احسب حضرتك ممكن الفدان يعني افريج يبيع ب 400 الف جنيه في السنه. يعني وفي بعض المزارع بتوصل الارقام لضعف الرقم ده. طبعا ده ربحيه انا ما اعتقدش ان في زراعه في مصر بتجيب الارقام دي ولا في العالم حتى. تمام. احنا بنخرج النهارده الشتله عمر قد ايه بقى للمستورد؟ أنا للمستثمر للمزارع هي الشتله بتطلع عمر حوالي سنه بعد المعمل، بتطلع حوالي ورقه او ورقه او ورقتين رشيتين، ده عمر معقول جدا ومناسب جدا للزراعه. تمام. النهارده بنتكلم عن خدمه ما بعد البيع. اي النهارده مستثمر مزارع فلاح عايز خدمه ما بعد البيع، احنا خدمتنا بالنسبه لشركه كاف شركه كاف طبعا بتضمن شغلها من خلال رعايه دوريه على مدى 3 سنين في المزرعه اللي احنا بنتفق ان هي دي اللي هتاخد الشتلات بتاعتنا، من خلال رعايه دوريه شهريه. لو انا عايز كميه كبيره النهارده هنقدر نغطي في السوق قد ايه؟ طبعا لا الحمد لله يعني الكميات متاحه. خطتنا اللي جايه والله خطتنا اللي جايه ننتشر اكتر في مصر كلها، يعني التركيز على مصر زي ما قلت لحضرتك، مصر سوق واعد، بنحاول نوصل لكل الفئات من المستثمرين جوه مصر سواء المستثمر الكبير او المستثمر المتوسط او المستثمر الصغير. مهندس كريم النعناعي نائب رئيس شركة كاف لنخيل التمر، أهلا بيك. أهلا بيك. النهاردة أنتوا كعائلة النعناعي شركة معروفة، عائلة معروفة، أخذتوا التوكيل بالنسبة لشركة كاف، هي شركة إماراتية. قول لي إحنا بدأنا إزاي النهاردة في سوق مصر؟ والله إحنا الحمد لله شركة الإنرشيا تبع لجروب النعناعي، الحمد لله جروب النعناعي كله معروف طول عمره في السوق المصري إن هو عنوان البراندات دايما والشركات المالتي ناشونال والشركات طبعا المحترمه يعني. فشركه كاف الحمد لله احنا بنتشرف ان احنا وكيل ليها هنا في مصر. مجال النخل والتمور مجال واعد جدا وفي مصر بالذات، ومش من النهارده كمان، بقاله فتره كبيره. والنهارده في توجه جامد سواء من المستثمرين او حتى من الحكومه على تشجيع المجال، فبنحاول ان احنا نضيف ان شاء الله في شركه محترمه زي كاف تنقل تكنولوجيا محترمه في زراعة النسيج النخل تنقله هنا لمصر ونفيد بيه السوق بتاعنا، ويعني ربنا يجعلها خطوة موفقة إن شاء الله. قول لي بقى أخبار السوق إيه بقى؟ والله سوق النخل ليه حالة خاصة يعني سوق النخل الحمد لله بقى له فترة كبيرة جدا يعني على مستوى العالم كله هو ترند، فيه استثمارات ضخمة جدا في دول عربية كتير وفي المكسيك وحتى في أمريكا، ودول كتير دلوقتي بقت مركزة جدا مع سوق النخل. يعني سوق النخل حتى في مصر سوق واعد جدا، في استثمارات ضخمة جدا وفي مشاريع هايلة بنحاول يعني نكفي، لأن في احتياج ضخم على زراعة الأنسجة بتاعت النخيل. الناس تعبت من في مصر هنا بالذات من زراعة الأنسجة اللي مش بأحسن كواليتي مثلا أو كلام زي كده، فحبينا ننقل الخبرات دي والتكنولوجيا دي هنا عندنا في مصر بكواليتي محترمة تحقق الاستثمار المطلوب منها. تمام. احنا بننتج شتلات لكن ما بنزرعش. لا زراعة أنسجة النخيل. تمام. يعني ده السكوب بتاع الشركة بتاع شركة كاف، معامل زراعة نسيج النخل. تمام. لكن مش السكوب الزراعة، الزراعة بقى يعني ده السايكل اللي بعدها. تمام. بقى احنا شتلاتنا سوق محلي وتصدير. سوق محلي وتصدير، هي الشركة إماراتية، شركة كاف شركة إماراتية. النهارده الدولة كلها بتركز على التصدير.
اه طبعا يعني انت ما فيش اسهل انك تصدر التمور والبلح هنا من مصر، وفي ناس كتير جدا بقالها يعني فوق 10 سنين بتصدر من هنا في مصر بلح وتمور وعاملين نجاح محترم جدا، وحاليا مع كمان تشجيع الحكومة يعني للتصدير فان شاء الله لا يعني سهل جدا يعني تقريبا ده اسهل محصول انت ممكن تصدره يعني.